موسى بن جعفر هاي بنتي تعالي اشتروها بالضيط حاني، لا حليب لا شيء، هاي بناي تعالي اخروها، يعني ماكو هيك عيشة. الله اكبر، المن نشتكي. شو بتحكي انت؟ تبيعين بنتك؟ هي بيعنها عشتها وماكو عيشة وتقبلين للنشر يعني؟ ايوه حق موسى بن جعفر وحق كل حرب بالقران. وتبيعين بنتك؟ هي بيعنها، وين مطوجيهن؟ يعني ماكو عيشة لا غذائية لا مبردات لا فراش، وين مطوجيهن؟ يعني تبيعيني على شنو؟ نبيعها ماكو عيشة يا اخي، وين مطوجيهن؟ وايجار؟ اي ايجار ماكو. يعني مين نجدد الايجارات بالبيوت؟ وين نجدد الشوارع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خادمكم وخادم الأيتام والفقراء مهدي أبو زهراء. احنا اليوم 21/4/2020. عمي أمير المؤمنين سلام الله عليكم، لو كان الفقر رجل قتل، يعني يبتره ويبتر أبوه، يعني الفقر لا عيب ولا حرام. عم هذا ضيم هنا، عم هاي طرقاعة هنا، عم فلك أسود، عندنا عوائل صارنا 7 سنوات نعرفها، ما عندنا لا إعلام ولا عندنا شيء، عندنا الله وموبايل، شلون بالله الحل؟ هاي العالم شلون يا إلها هاي العالم؟ عم نخاطبكم باسم الضمير وباسم الإنسانية، تعالوا أشوفكم، حاسبوني قانونا وشرعا، قانونا وشرعا، إذا ما أوديكم إلى عوائل والله وبالله وتالله، عوائل النجف الأموات أرحم من عندهم، أنا أتحاسب أمام الله قبل ما أتحاسب قدامكم، وأنا بخدمتكم. عبد المهدي الكربلائي، العتبة الحسينية، غير مبرر للذمة، اللي عنده مرجلة ويقول أنا رجال وزلمة وما أخاف يسوي مشاركة لا يوقف الفيديو، واللي يخاف ما يريد حتى يقطع جاب، فغير مبرر للذمة، اللي يقدر يسوي مشاركة وما يسوي مشاركة، وصل صوتنا لهاي العالم، صار لنا 7 سنوات وياهم، 5550 عائلة عندنا هنا، يوم عودين تعالوا تلاحقوا العالم، والله عندنا مناطق الدراجة ما تقدر تطب درابينهم، دراجة مو سيارة مواصلينهم، دراجة ما تقدر توصل، باعوا هاي العالم، سولف أخوي. والله اخويا جاينا رمضان، لا عندنا طباخ نطبخ عليه ونلحق ويا الفطور، لا عندنا بنك ونقعد جواب السلوك، وضم يا حالنا وبالايجار، ونريد من الله ومن اهل الرحمه هم يرحمون بينا، حتى هم الله يبارك عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا كما تابعتم في هذا المقطع الذي شاهدتموه قبل قليل، الموضوع سيكون عن الوضع الاقتصادي، الأزمة الكبيرة التي يعيشها العراق، وارتفاع طبعا مستوى الفقر في البلاد بسبب فرض حظر التجوال، وكذلك غياب الدور الحكومي في معالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق الآن. نبدأ من حديث اللجنة المالية النيابية التي قالت إن العام الحالي سيكون صعبا على العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط. أوضحت اللجنة أن الحكومة ستقوم بتعديل تسعيرة النفط بناء على الأسعار الحالية بعد أن كانت 56 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى تعديل أبواب الصرف، وأكدت أن الموازنة قد تكون تشغيلية ولتغطية رواتب الموظفين فقط. طيب، لدينا برهم صالح يقول إن العراق يواجه أزمة اقتصادية كبيرة للغاية مع انهيار أسعار النفط، وأضاف أنه في دولة منتجة للنفط مثل العراق تكون قدرة الدولة على العطاء محدودة أو محددة أو محدودة رغم الاعتماد الكبير على النفط، مبينا أن العراق تجاوز الكثير من الأزمات في السنوات القليلة الماضية، لأن الأزمة الراهنة هي أعنف أزمة يمر بها العراق. كل أزمة تجاوزها العراق أدخل في أزمة أخرى. يعني تابعنا على سبيل المثال موضوع القتال مع تنظيم الدولة داعش والحرب التي حدثت ودمرت الكثير من المدن، كانت أزمة لكنها خلفت أزمة أخرى، أزمة دمار المدن وأزمة نازحين ومهجرين وأزمة مغيبين ومعتقلين، زادت طبعا من أزمة المغيبين والمعتقلين. كل أزمة تحاول أن تعالجها أحزاب السلطة الموجودة في العراق الآن تدخل العراق في أزمة أخرى أكبر ومعضلة كبيرة جدا. الآن الوضع الاقتصادي 17 عاما من وجود أحزاب، اختلفت أسعار النفط، وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 150 دولار للبرميل الواحد، ومع هذا لم يستفد العراقيون والعراق بشكل عام من هذه الأموال التي دخلت إلى خزينة الدولة العراقية، ولا يعلم أحد إلى أين ذهبت في زمن حكم المالكي والعبادي وعبد المهدي وغيرهم. إذن هذه الأموال مشاهدينا الكرام وهذه السياسات المتبعة من قبل أحزاب السلطة هي التي بددت هذه الأموال
وهي التي دمرت الوضع الاقتصادي في العراق، والآن نصل إلى هذه النتيجة، تخرج امرأة تحاول أن تبيع ابنتها من أجل الحصول على بعض المال للعيش. وصل العراقيون إلى أن يبيعوا أبنائهم، وهناك طبعا من اتخذ طريق آخر، طريق يعني غير لائق، طريق محرم، طريق الجريمة في سبيل الحصول على بعض المال في بلد من أغنى بلدان العالم، وصل إلى هذا الحال المأساوي الذي نراه اليوم. لدينا بعض الرسائل مشاهدينا الكرام. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم. السيدة أم نور من بغداد تقول: السلام عليكم، حبيت أشكر هاي القناة اللي توصل صوت المواطنين، ومن خلال هذا المنبر أريد أوصل صوتي بشأن السجناء من النساء. ليش ما يطلعون النساء؟ هن لا حول ولا قوة، شكوا ساجنيهن، فرحوا أطفالهم وأهلهم وجاي العيد، والله يوفقكم، تحياتي. سيد أبو حاتم من الموصل يقول بعد التحية: يعيش العراق فوضى من دخل الاحتلال للعراق، والمحافل الدولية تتفرج على العراق وشعبه، وعلما أن العراق عنصر فعال في هذه المحافل جميعها، لم تنفع العراق بأي شيء يذكر خلال فترة الاحتلال. نأمل من الثورة والثوار كل خير إن شاء الله، والسلام عليكم. لدينا رسالة أيضا، السيدة أم محمد تقول: السلام عليكم، أنا أشكر هاي القناة اللي توصل صوت المظلوم، أريد من خلال قناتكم الموقرة أتحدث عن موضوع العفو عن السجينات من النساء. ليش ما يطلعون السجينات ويفرحون أهلهم؟ والله تكسبون أجر، تفرحون أطفالهم وهن النساء، وأرجو من قناتكم توصل صوتي. لدينا رسالة من السيدة أم كيان تقول: السلام عليكم، من خلال قناتكم وبرنامجكم توصلون صوتي، ونطالب بالعفو عن الأبرياء، وإحنا مقبلين على شهر رمضان وشهر الطاعة، وإحنا تعبنا نريد العفو، عندي 7 أطفال، شنو ذنبنا نريد العفو. طبعا تأتي كثير من الرسائل والمناشدات مشاهدينا الكرام من أجل إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء في سجون الحكومة والميليشيات، وهذه المناشدات تستمر، تأتي عن طريق رسائل واتصالات. نقدر هذا الموضوع ونتفهم، على الرغم أنه هو يعني موضوع الحلقة اليوم غير موضوع، لكن هذا لا يمنع أن نستقبل هذه المناشدات وهذه الأصوات، لأن البرنامج طبعا للجميع إن شاء الله. اللجنة المالية النيابية قالت أن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعتها حكومات ما بعد 2003 وراء ما يمر به العراق من أزمة اقتصادية حالية مع انخفاض أسعار النفط. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن هناك 3 أسباب لعجز العراق المالي حاليا: أولها الهدر العام والفساد بالمشاريع التي كان أغلبها وهمية، بالإضافة إلى الترهل الوظيفي، فضلا عن اعتماد الحكومات على إيرادات النفط بنسبة 90% في الموازنة، ومطالبا في الوقت نفسه بإعادة هيكلة الموازنة لإنقاذ الوضع بالبلاد. كيف ستعالج أحزاب السلطة الأزمة التي يمر بها العراق الآن؟ ما البدائل التي لديهم؟ هل سيتجهون إلى الاقتراض؟ هل موضوع تغيير سعر النفط الآن سيدخل إلى البلد الأموال التي يحتاجها؟ طيب ماذا عن الشركات الأجنبية التي تقوم باستخراج النفط وهي تريد حصة من هذه الأموال التي تخرج؟ كم سيبقى للعراق؟ وكم سيذهب إلى جيوب الفاسدين والأحزاب الفاسدة؟ وكم سيبقى للمواطنين متقاعدين وموظفين وأصحاب الرعاية الاجتماعية وأرامل وأيتام وأعداد كبيرة بالملايين يحتاجون إلى هذه الأموال؟ كيف ستتدبر أحزاب السلطة أو السلطة الحاكمة في المنطقة الخضراء أمورها بتوفير احتياجات الناس ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك؟ في رسالة لدينا، السيدة أحد المشاركين من بغداد حقيقة يقول: السلام عليكم، أنا من بغداد، أخي هذول ذيول إيران جايين لخدمة إيران وليس لخدمتنا. طبعا كل الأحزاب المشاركة في العملية السياسية متهمة بما يحصل للعراقيين ومشاهدينا الكرام بسبب قبولهم بوجود الفساد وسماحهم للميليشيات أن تتجول في البلاد وسماحهم للفاسدين بسرقة أموال العراقيين. كل من في العملية السياسية هو مشارك فيما يحدث الآن. هذا المقطع الذي عرضناه قبل قليل جزء بسيط جدا من حجم معاناة كبيرة جدا يعيشها العراقيون كل يوم بسبب السياسات الخاطئة وبسبب الآن السياسات المتبعة في سبيل التخلص أو الوقاية من تفشي فيروس كورونا. أدخلوا العراق بأزمة اقتصادية كبيرة جداً.
طبعا حتى وإن لم يكن هناك كورونا، أزمة النفط كانت ستدخل العراق بهذه الكارثة الاقتصادية، لكن موضوع حظر التجوال فرض أكثر ضغط على المواطن، جعل الكثيرين يفقدون وظائفهم، وبالتالي ندخل في هذه الأزمة التي يعيشها العراقيون الآن، بلا وظائف، بلا مال، بلا دعم حكومي، ولا أحد يعلم كيف ستحاول هذه الحكومة أو أحزاب السلطة أن تعالج هذه الأزمة. في رسالة لدينا يقول أحد المشاركين: أرجو تتصلون بي، والله ما عندي رصيد، أريد أطلع ضيم قلبي، كل ضيم قلبي شوية ضد الحكومة الفاسدة. في رسالة لدينا أيضا: السلام عليكم أخي، أطالب بالعفو العام عن أخويا، صار له 13 سنة في سجون الناصرية. أخويا والله ما عندنا شيء اسمه، والله ما عنده شيء اسمه كمال، أني أم أنس. طيب، من معنا الآن؟ معنا اتصال؟ السيدة أسماء من ديالة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك ولكل كامل قناة الراشدين، وإن شاء الله يا ربي يحفظكم ويحفظ هذه القناة. أستاذ محمد، بالنسبة لموضوعكم، إحنا مو بس بالعراق أستاذ محمد، إحنا حالياً بأقليم كردستان. اليوم طلعوا الناس طلعوا مظاهرات، حتى بأقليم كردستان طلعوا الناس مظاهرات ضد فساد حكومة الأقليم. يعني ما أنطوهم تقريبا اليوم 45 يوم ما مستلمين رواتب الموظفين. حتى الصحة قالوا إحنا نغلق المستشفيات، حتى المستشفيات العامة ما راح نفتحها لأن ما ينطونا الرواتب. وحتى مو قالوا ما نطلع بس ضد اللي يعني ما ينطونا راتب، حتى يعني أكو خدمات هم ماكو. القنوات مجرد إشاعات يطلعون يقولون أكو هيجي مناطق، يعني هيجي خدمات عندنا، بس إذا تجي للواقع تشوف الحالة بعينك تشوفها ماكو خدمات. حتى هنا ماكو أستاذ محمد خدمات. وبالنسبة لهاي الحكومة الجديدة اللي يقول أني أول، قبل أيام سمعت بالأخبار قال أول خطوة إحنا نرجع نهتم بالنازحين. نرجع النازحين أستاذ محمد، عفوا شوية بعيدة عن موضوع الحلقة. لا يعني تفضلي. إحنا مش وقت، تفضلي أستاذ محمد، إحنا مش وقت ننتظر يومية تجينا حكومة وتقول إحنا نهتم بأحوال النازحين. أني كل ما تجي حكومة بكل لهفة بكل شوق يعني أنتظر أقول بلكي رب العالمين خلى رحمة، بس ما أكو رحمة بقلب، يعني رحمة بقلب هاي الحكومة. يعني إحنا أستاذ محمد ما عايش 13 سنة إحنا عايشين بالغربة. صح يا أقليم يعني عراقية هي، بس شنو إحنا نريد محافظتنا، نريد يعني نرجع لبيتنا. يعني 13 سنة هواي هواي إحنا عايشين بالغربة، عايشين بالضيم. يعني ما نعرف ليش وقت احنا نبقى هيجي. يعني نسمع الحكومه دائما يقول احنا نهتم بالنازحين، اول خطوه نهتم بالنازحين. وين اشوف هاي 13 سنه لا يجون لا يتفقدون لا يقولون شيء ابد ماكو. يعني اني والله استاذ محمد اني يعني شلون نقول، يعني فتحت عيني ما شفت شيء من هاي الحكومه. بس الهم. تتوقعين منهم يا أسماء أنهم ممكن يعالجون أزمة؟ يعني الآن العراق بوضع اقتصادي منهار، وأسعار النفط تساهم بإضافة مزيد من الثقل والضغط على الوضع الاقتصادي العراقي. تتوقعين الخبراء الاقتصاديين الموجودين داخل هاي السلطة عندهم القدرة أنهم يطلعون العراق من هاي الأزمة؟ لا أستاذ، لا أبد ما يطلعون العراقيين من هاي الأزمة. لا أستاذ، لا إحنا يعني ما عندنا حكومة. ما عندنا حكومة، إحنا هاي 17 سنة. يعني إحنا من طلعنا أستاذ محمد، أنا من طلعت من ديالة أنا صغيرة. يعني كبرت فتحت عيني، يعني ما شفت شيء من هاي الحكومة. يعني ما شفت، يحكون على وقت صدام يقولون هيجي كان هيجي كان، بس يعني إحنا من شفنا هاي الحكومة وين شو هاي الحكومة؟ ليش مو مثل الحكومات السابقة؟ ليش ما يوفر لنا شيء؟ لا ما يعني العراق تبقى، إذا هاي الحكومات يبقون على هاي السلطة فالعراق تبقى على حالها. طيب. لا ما يتغير إلا يتغير الحكومة. شكرا يا أسماء، كنت معنا من ديالة. لدينا بعض الرسائل مشاهدينا الكرام.
يقول أحد المشاركين: أستاذ، ترامب ابن الكذا وصالات القمار، ومع هذا لكل عائلة 120 دولار ولكل طفل 500 دولار. السؤال: من يدعون أنهم أولاد أو أحفاد الرسول وآل البيت، ماذا أعطوا للعائلة العراقية؟ مجرد سؤال، ما الذي قدمته هذه الأحزاب الدينية؟ ما الذي قدمته هذه الشخصيات التي تقول نحن أحفاد آل البيت والرسول للعراقيين، وهم من المفترض أنهم مسلمون ومو مثل ترامب ومو مثل غيره من دول أوروبا اللي هم بيهم ملحدين وبيهم غير مسلمين، ومع هذا وفروا شعبهم وقت الأزمة الكثير من المساعدات في سبيل يصمدون خلال هذه الفترة إلى أن تنتهي أزمة فيروس كورونا. شنو اللي قدمته؟ طيب حتى قبل أزمة كورونا شنو اللي قدمته هاي الأحزاب الدينية؟ يطلع مقتدى الصدر يغرد على تويتر يطالب من أصحاب الخير أن هم يساعدون العراقيين. طيب ليش ما بديت بنفسك أنت صاحب الوزارات وصاحب الامتيازات وصاحب الملايين من الدولارات؟ ما الذي حصله العراقيون من مقتدى الصدر أو غيره من هذه الشخصيات التي تتحدث باسم الدين وتكنز الملايين ولم يرى منهم الشعب أي شيء؟ في رسالة لدينا نوار من هولندا يقول: السلام عليكم أخي محمد، كل اللي يحكمون العراق حاليا هم من أدخل العراق في أزمة، وإن شاء الله كلهم زائلون وسيعود العراق من جديد. لدينا رسالة من السيد أبو عادل من الرمادي يقول: نطالب من حضراتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة، يشملهم العفو، والله أبرياء، فرحوا أطفالهم مقبلين على شهر رمضان، شهر الرحمة والقرآن. في رسالة لدينا: أرجو الرد علينا، السلام عليكم، عندي أبويا والله ما عنده شيء، كلها أطلقت العفو، ليش لا إحنا؟ هاي إحنا إسلام وصار 4 سنين ونحكم ظلم 20 سنة، نحكم ظلم 20 سنة بسبب دعوة عشائرية. من معنا الآن؟ معنا السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا. أمي محمد، الله يحفظك، يحفظ قناة الرافدين. الله يسلمك. والكترول. الله يسلمك، تفضل. ورحمة الله على شيخنا الدكتور حافظ الظاهري، الله يرحمه إن شاء الله. نعم. واحنا راسنا مرفوع، الشيخ مثنف ظاهري ان شاء الله هو شيخنا العزيز. نعم. والله يحفظ العراق، الله يحفظ العراق. احنا مريض من سياسيين هذول الكذابين الحراميه. نعم. الكورونا صار شهر ما وزعوا كيلو طحين، ما وزعوا لا مويه، ما وزعوا لا عرفوا الفقراء. هذول السياسيين كل واحد لازمين، كل واحد بيري ما النفط يبيع النفط. محمد هذول نسوا العراق، ما فكروا بالعراقيين نهائيا ابد. عن هاي صار 30 يوم هاي كورونا، ما حد من هذول السلسله الحراميه فكروا بينا يا ابن محمد. والله طاق ارواحنا، والله العظيم طاق ارواحنا بالقران مثل من الجوع. والله ابن محمد، والله العراق، والله العظيم العراق قرآن عظيم من وراء السياسيين والكاميرا الأمريكا والإيرانيين دول مسيطرين على العراق يا أبي محمد. والله العظيم تعبنا، قرآن عظيم تعبنا، ما شلون نشتري قوة، ما شلون نشتري عمر، شلون نشتري علاج، شلون نشتري مواد غذائية، يعني شلون عايشين. الحمد لله وشكر من رب العالمين، العراق عايش وغصبا ما عليهم، وغصبا ما على إيران وأمريكا. إن شاء الله العراق عايشين، وإحنا إن شاء الله أولاد الرافدين والرافدين والرافدين. على الدم، على الجرح. إحنا قمنا إن شاء الله من السياسيين كفرة بالخضراء بالإثمار الجواع على العراقيين الفقرة صارت. يعني قاموا والله العظيم قاموا حتى يشعلون بشوارع الجبال ياكلونا من وراء هذول السياسيين هذول. والله مو سياسيين هذول، هذول عصابات، عصابات بالقران العظيم، هذول عصابات مافيات
نعم نعم يا ابو زكريا، انا وصلت وضحت الفكره، انا اشكرك. يعني بالفعل وصل العراقيون الى انهم يبحثون في النفايات عن طعام، وصلت كثير من الاسر العراقيه الى هذا المستوى. لدينا اكثر من 30% تحت خط الفقر في العراق، هذه وفق الاحصاءات الحكوميه، اكثر طبعا الارقام اكثر من ذلك بكثير، لكن نقول وفق الاحصائيات الحكوميه التي تعترف بنفسها ان اكثر من 30% من ثلث الشعب هم تحت خط الفقر. طبعا الوضع الان في العراق مأساوي جدا مشاهدينا الكرام، يعني الاعتماد على موضوع النفط كدخل وحيد للعراق يشكل 95% من واردات العراق المالية، هو يجعله تابع إلى السياسات والقرارات الدولية والتغيرات الدولية المتعلقة بقضية النفط. صعد النفط، انتعش الوضع شوية، نزل النفط كما نراه الآن، دخلنا في أزمة كبيرة. وحتى مع صعود النفط نتحدث عن انتعاش الخزينة العراقية، لكن لا نتحدث عن انتعاش الشعب، لأن الشعب العراقي لم يحصل على شيء من هذه الأحزاب ومن الميزانية العراقية، لأنها كلها تذهب إلى جيوب الميليشيات والأحزاب والفاسدين. طيب، لدينا بعض الرسائل أيضا. يقول أحد المشاركين: أتمنى قراءة رسالتي، نطالب من ثوارنا الأبطال المطالبة بالعفو العام، لأن والله أمنا بالله وبيهم، يعني الله أكبر، إحنا مقبلين على شهر المغفرة والتسامح والذي نزل فيه القرآن على نبينا، بس والله هاي الحكومة اليهود أحسن منهم، إضافة إلى المعاملة السيئة للمساجين والتعذيب المستمر للمعتقلين. حتى الله غفور رحيم وحث على العفو والتسامح، والله الأغلبية أبرياء، العفو العام مطلبنا. في رسالة يقول تقول السيدة أم أحمد من بغداد: يعني مواجهات ماكو لأولادنا، خل نسمع صوتهم، لو حرام حسبنا الله ونعم الوكيل، حرام حكومة إيرانية حاقدين على العرب من زمن رسولنا الأعظم. إن شاء الله. ما فهمت هاي شنو. طيب، في رسالة لدينا: السلام عليكم، رمضان كريم عليكم وعلى قناتكم، خلي بس يلتفتون على الشعب بقد ما يشوفون نفسهم، وهسه احنا مقبلين على شهر الصيام والقيام، والله ينتقم منهم لأن أجى رمضان وإحنا حالنا حال. في رسالة لدينا يقول أحد المشاركين: تحية طيبة إلى الأخ محمد وجميع كادر البرنامج، وناشد أهل الغيرة وشيوخ العشائر ينطون عفو عام لجميع المعتقلين اللي بالسجون، أحلفكم بدم كل شهيد دافع عن الوطن، ارحموا قلوب الأمهات وسووها لله. في رسالة لدينا: السلام عليكم أخي، بس أريد أناشد الحكومة، ليش ما ينطون عفو عام؟ ليش بس خاص؟ وبالخصوص النساء، ليش ما ينطوهم عفو عام؟ في رسالة أبو فاطمة من البصرة يقول: أستاذ محمد، أقسم بالله العلي القدير، اليوم إحنا بدون غداء، وقبل قليل دقوا الباب علينا الجيران جابوا لي عشاء، أخي وين نروح؟ أقسم بالله عندي طفل رضيع يبكي يريد حليب، خليته عند الجيران ينطوه حليب، والله كتلني الجوع أنا وعائلتي، وين أروح؟ الله يكون بعونك يا أبو فاطمة من البصرة. معنا الآن السيدة أم عباس من النجف، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأخوي ليش ما يقول يعني هذا العفو العام؟ يعني هاي الشباب تحطمت. نعم. يعني بكت الله على هذا العفو يطلع، يطلعون العراقيين يشوفون مصيرهم وين. نعم. أم عباس، طيب أنا أريد هم أستفيد من وجود حضرتك إنه تحكي لنا شوية إذا تقدرين، شنو وضعكم هسه والعراق بأزمة اقتصادية وماكو فلوس وحظر تجوال وماكو شغل، ويعني الوضع كلش تعبان صاير، وضعكم أنتم شلون هسه؟ تعبان حل تعبان والله من هذا الوباء، إن شاء الله يكون شفينا شر يصير، يكون العراق هاي أختي والله العظيم يعني يجيها نزجوع، يعني والله حصر عليها هاي الخبزة تاكلها والله. نعم. أم عباس، قبل شوي عرضنا مقطع، قبل شوي عرضنا فيديو مرية من النجف، عوائل نسوان من النجف، واحدة منهم شايلة بيتها صغير وانها تريد تبيعها، ما عندها فلوس. اي والله يعني صحيح والله، يعني حتى النسوان قاموا يحرقن نفسهم والله، يعني هاي الشباب تحطمت، لا مستقبل لا شيء. نعم.
يعني الزلم قامت حتى يعني ليش وصلونا الى هذا المستوى يا ام عباس؟ ليش صار العراقي الان يجدي يدور بالنفايات على الاكل؟ يا اخي والله يا دوله فاشله حشاك، دوله فاشله، دوله يعني ما ريحه حشاك حار. نعم يعني رساله البرهم صالح ان شاء الله كل يسوي شيء، هذا السجناء يكون يطلعون كلهم. طيب يعني هذا همات مرض وهم وباء، هذا هاي السجناء همات كذا ميكروبات كذا فيروسات. نعم بركه الله ان شاء الله من الحكومه من العراقيين ان شاء الله. طيب أنا أشكرك يا أم عباس من النجف، شكرا جزيلا. لدينا رسالة، طيب نذهب الآن إلى فاصل وبعد ذلك نكمل قراءة الرسائل. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا هذه المقاطع كما تابعتم من ساحة التحرير في العاصمة بغداد. يستمر الاعتداء الحكومي طبعا على المتظاهرين والمعتصمين في الساحة. نعم هناك محاولات لتقليل الحركة وذلك حفاظا على أرواح العراقيين. هذه النصائح طبعا تأتي والدعوات تأتي من العراقيين، من الكوادر الطبية ومن المواطنين، لا نتحدث عن السلطة. لكن من ليس لديه أي عمل ومن فقد القدرة على كسب العيش، كسب رزقه، خاصة أصحاب الدخل اليومي والفقراء والمحتاجين، بقاهم بالبيوت وخروجهم إلى الشوارع هو نفس الشيء بالنسبة لهم. سيموت من كورونا، هو هكذا يقول، هكذا تقول الكثير من العوائل، وعرضنا طبعا هذه المقاطع. حنموت من كورونا أو نموت من الجوع، هكذا هو الوضع بالعراق الآن. قبل شويه هذا الاخ ابو فاطمه من البصره وقرانا الرساله، حاله ماساويه جدا. فيعني خروج الناس ايضا به مبرر، طبعا هذا ايضا بالاضافه الى استمرار ثوره تشرين واستمرار المعتصمين، طبعا ملتزمين بالاجراءات الاحترازيه وكذلك النصائح الطبيه، لكن مع هذا يتعرضون الى القمع. نكمل قراءه بعض الرسائل الوارده. يقول أحد المشاركين، طبعا لدينا مشكلة بالاتصالات يبدو واضحة طبعا، لأنه هناك من يحاول الاتصال بنا ويظهر له مشغول أو هناك خلل بالشبكة. نعم المشكلة ليست معك، يقول هل أنا أسأت للقناة؟ لا طبعا المشكلة ليست معك أخي الكريم، هناك يبدو أن مشكلة بالاتصالات. في رسالة لدينا، السلام عليكم أستاذ، مسألة المناشدة من قبل العراقيين لمشاكلهم ومعاناتهم للحكومة، هذا يجب على العراقيين تركه، لأن من باب ننتقد هؤلاء المجرمين بالحكومة ومن باب نناشدهم هذا تناقض. طبعا تحدثنا بهذه النقطة كثيرا، موضوع أن يتم مناشدة المسببين أو المتسببين بالكوارث التي يعيشها العراقية ما مفهومة. يعني أنا أناشد الميليشيا أو أناشد رئيس الوزراء المسؤول عن الميليشيات والقوات الحكومية، أناشده أنه يطلع أبنائي اللي اعتقلتهم القوات الحكومية والميليشيات؟ لو كان هناك قانون لما دخلوا إلى المعتقل أصلا وهم أبرياء. في رسالة من السيدة أم علي من بغداد تقول، السلام عليكم، أنا أم علي من بغداد، أناشد وزير العدل والداخلية بزيارة السجون، يشوفون الغلاء من حوانيت السجون. نفس الكلام، المناشدة تذهب إلى طرف، يعني كما يقول أحد المشاركين قبل قليل، السيدة أم علي من بغداد تقول، من معنا كان قبل شوية، السيدة أم محمد من بغداد تقول المناشدة للجهة الحكومية هو غير صحيح. من معنا الآن؟ السيد حسام من بريطانيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا محمد، شلونك؟ ان شاء الله. اهلا وسهلا، حياك الله.
تحية لك ولكل العراقيين، ومبروك رمضان الجاي، وإن شاء الله رمضان خير ونصر على أمة محمد إن شاء الله، وهزيمة للميليشيات وكل مجرم على المجرم. عندي نداءين حقيقة أوجه الشيء هذا. النداء الأول إلى هيئة علماء المسلمين المحترمة، نعم، أنه تتعاون مع الدول الإسلامية لطرد دولة إيران من الخيمة الإسلامية. هذه دولة مجرمة يجب أن تطرد، هذا واحد. الشيء الثاني أنه مقاطعة هذه الدولة. أوجه نداء إلى كل التجار العرب، كل الدول العربية وكل من يسمع هذا النداء، يجب مقاطعة هذه الدولة تجاريا تماما، لأن هم دولة العراق، سرطان بالعراق هو مصيب. من مشكلته من إيران. هذا هو مجرى الدم من إيران. طيب إيران هاي الدولة. نفترض يا حسام أنه الدول العربية قاطعت إيران، رغم أنهم يعتبروها إرهابية ويعتبروها ناشرة للإرهاب، لكن لا يزال التعامل، لكن نقول أنه قاطعوا إيران. أنت عندك بالعراق مجموعة من الأحزاب عندها استعداد تحرق العراق في سبيل بقاء إيران، وقالتها ميليشيات، قالتها ميليشيات وزعماء ميليشيات وقادة سياسيين عندهم إذا صارت حرب بين العراق وإيران يوقفون ويا إيران ضد العراق، وعندهم استعداد يحرقون العراق. شنو الفائدة إذا قاطعت الدول العربية إيران وبقى العراق يمول ويدعم وفاتح الأبواب لإيران لتجارتها ولوضعها، وإيران انتعشت بوقت الحصار اللي فرضتها أمريكا عليها، إن كان يسمى حصار أصلاً، انتعشت أيضاً من أموال العراق. شنو الفائدة بمقاطعة؟ إحنا عندنا المشكلة من العراق أصلاً. تمام، أنا معاك محمد، تمام، لكن مقاطعة إيران مهمة جداً، وهاي هاي هاي هذه الميليشيات صدقني بإذن الله يقيناً ستنتهي. نعم. أيامهم قريبة بالله، إحنا أملنا بالله، إحنا توجهنا دائماً دعانا إلى الله، اللهم رب محمد ورب الصحابة ورب الأئمة وأهل البيت. اللهم سبحانك نتوجه لك بهذا الدعاء. نعم. بقرب حلول رمضان المبارك، اللهم ربي نجي العراقيين من الميليشيات بقدرتك وعزتك، بما شئت وكيف شئت، انك ما تشاء القدير. نهايتهم قريبه. نعم. نهايتهم قريبه ان شاء الله. طيب يا حسام، اريد اسالك ايضا على الوضع، شلون تتابع وضع العراقيين الان بهذا الوضع الاقتصادي اللي منهار هسه؟ يعني حقيقه مؤلم جدا من نشوف امرأة عراقية تطلع تقول هاي بنتي من يريدها بس تطوني فلوس مقابلها، تريد تبيعها حتى تعيش. ليش وصلنا الى هذا الحال؟ والله احنا الشيء هذا اللي ينسمع يفطر القلب، يفطر الصخر. وانا بالنسبة لي نداء وجهه للشخص اللي يعرفه، انا مستعد هذه المرة اساعدها. يعني بارك الله بك، يعني بارك الله بك، يعني رجاء اكون ممنون لو يعني تتصل بي وانا مستعد ان اساعدها. بارك الله بك، بارك الله بك، شكرا جزيلا. رجاءكم ممنون لو تصل ان شاء الله في ميزان حسناتك. اشكرك يا حسام، شكرا جزيلا. طبعا هذا نداء من الاخ حسام من بريطانيا، بارك الله بي. طبعا حقيقه للسيده اللي ظهرت بالمقطع قبل قليل من النجف بأنه يستطيع أن يساهم في مساعدتها ماليا في سبيل إعانتها بجهود ذاتية. مشاهدينا الكرام، بجهود ذاتية فقط يقوم العراقيون على مساعدة بعضهم البعض في الوقت الذي أصحاب الملايين والمليارات من الدولارات من يجلسون في المناصب الآن رفعوا أيديهم من سنوات طويلة أصلا عن الوضع في العراق، وعافوا الناس المصيرهم يتموت من الجوع، يتروح ترتكب جريمة في سبيل الحصول على بعض المال اللي يعينك ويعين أولادك وعائلتك. في رسالة لدينا من زهراء من العمارة تقول بعد التحية: أنا أريد بس أعرف هاي الحكومة شو تريد من العراق بعد دمرت الثروة الزراعية والحيوانية والاقتصادية، ودمرت العراق بأكمله، حتى لدرجة صاروا يقتلون بأبناء الشعب العراقي اللي يطلع يدافع عن حقوقه، وقتلوا بدم بارد، الله ينتقم منهم ومن مقتدى الظالم. شكرا لكم. رسالة يقول: نطالب الحلبوسي وبرهم صالح والكاظمي وعادل عبد المهدي بإقرار قانون العفو العام. الله أكبر على هذه الحكومة القاسية، حتى مع هذا الظرف الصعب حاقدة على أن تطلق سراح المعتقلين، والله قلوبهم قاسية كالحجارة بل أشد من ذلك. في رسالة لدينا من أحد المشاركين،
الحقيقة هناك من يحاول الاتصال ونقول بأنه الخدمة غير متاحة. بشرى عبد الله سويدان، أو عفوا بشير عبد الله سويدان وحمد الكرغولي وكرار بشير عبد الله سويدان وحيدر بشير عبد الله سويدان، ذولا بالسجن وما عندي أحد غيرهم. أني زوجي أولادي اثنين، أنا مكررة من الدورة زوجي، وطبعا كاتبة رسالة فوصلتني بالعكس، السيدة مكررة من الدورة، أنا زوجي أولادي اثنين مفقودين صار سنتين، ما أعرف شيء عليهم، ما عندي أحد غيرهم، الله يكون بعونهم وبعونك. من معنا الآن؟ حسن من بغداد، تفضل يا حسن. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، هاي الحلقة مهمة جدا للعراقيين. هو الاحتلال سوى للعراق هذا الاحتلال. أول ما جابوا أول ما طائفية لما فجروا المقامين. اللي بسامرة وراها صارت السجون وقتل الناس من السجون وفضائحهم وجرائمهم. سجون النساء ما يعني ما خلصت منهم. سرقة النفط، الخيرات مال العراق كلها باقت. وهسه النفط نازل يعني بعدنا مستوياته. فهذول هم حراميه لصوص يا اخي محمد. هذول لصوص يعني ما يفيد وياهم ابدا وما يخدمون العراق. وانا قايلها من زمان، هذول كلهم لصوص ترى، مو عراقيين. وخيرات العراق قبل ايران وامريكا. يعني في امريكا لما جابتهم ما تقدر تطلعهم؟ تقدر، بس هم اجندات هم يسوون عند الامريكان فينفذون اجنداتهم. فهو العراق يعني العراق صار بيد ناس يعني مو يعني ما ينتمون للإنسانية أبد. يعني داخل قبل فترة أمرأة بالديوانية تروح تكمل قواطي وتجيب أكل الجعالة. أي إنسان يقبل، أي إنسان يقبل الشيء هذا؟ يعني طلعوا بالتلفزيون زين دول، يعني ما عندهم ضمائر، ما عندهم غيرة، ما عندهم شرف. يعني دول بعيدين عن الإنسانية كاملة. فالعراقي يا اخوان اصحوا ولا بعد ما يفيد. يعني هو العراق تدمر، يعني شو ما افكر بيها العراق تدمر، خيرات العراق انهبت، صناعه ماكو. هاي وزاره الصحه هسه لما هاي الكورونا جت بالعراق، يعني هم بالامراض العاديه ماكو علاج ويشترون الناس من برا. وهاي المستشفيات الاهليه اللي عنده فلوس يتعالج، ما عنده فلوس ما يتعالج. وهسه حتى المريض يروح المستشفى يخاف، لان خافين عندي. فكارثة كارثة، دول جو كارثة على العراق. وباء، أزمة تطلع أزمة، تجي أزمة تخلص من أزمة، تجي أزمة. يعني كوارث كوارث. أنا أشكرك يا سيد حسن، شكرا جزيلا، أعتذر منك. طبعا لدينا متصلين ينتظرون. آخر اتصال معنا قبل انتقال للرسائل، السيدة أم عبد الله من بغداد، في دقيقة واحدة يا سيدة أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ التدمير العراق. يعني أرد على الأخ، تدمير العراق ترى صار من ايدينا احنا، لان احنا اللي دمرنا عراقنا، واحنا بعنا عراقنا، واحنا وقفنا فواتير اثناء الانتخابات، الوقف الشيعي والوقف السني ناخذ الهدايا منهم في سبيل اختيار هذول الفاسدين هسه اللي يحكمونا. استاذ الطياره اللي اليوم البارحه او اليوم صارت فيها ابن السيستاني وراحوا الى انجلترا، زين ما صفوا العراقيين؟ شلون سمحت الحكومه لهم ان هاي الاموال والصناديق تصعد بطائره خاصه ويروحون الى انجلترا؟ زين يعني ماكو شريف واحد من الفاسدين، ماكو هذول اللي نزلت الطياره بالمطار العراقي، ماكو شرفاء موجودين اذا كان من الجيش اذا كان من الشرطه ويقولون للحشد احنا شرفاء واحنا احنا حافظنا على اعراض العراقيات. يعني شافوا هاي الصناديق كلها طلعت وخرجت. يعني ترى باشر الحكومه العراقيه نفس الحاله، تبقى الطياره وتاخذ كل الاموال اللي موجوده في العراق. طيب كل العراقيين واحد يقتل الثاني، فالحال بيد العراقي. شكرا يا ام عبد الله، شكرا، وضحت. اعتذر، الوقت شارف على الانتهاء. في قراءه سريعه لرسائل، سعد من كركوك يقول: اخي السلام عليكم، اول شيء اشكر قناتكم على البرنامج الجميل، بس اتمنى توصل صوتي. اخي وابن عمي اعتقلوهم 2015 بسيطره الرزازه وما نعرف شيء عنهم، طيبين ميتين. في رساله يقول احد المشاركين: السلام عليكم، ما
مع الأسف العراق حالة بظل هيك حكومة. هسه أنا موظف طلعت تقاعد والحد الآن ما كملت معاملتي وباقي بدون راتب. في رسالة أبو كرارة من البصرة يقول: بعد التحية، أنا والدي معوق بالحرب الإيرانية، شظيتين براسه، هسه الحكومة الخايسة قطعة وراتبة، راجع بغداد على راتبة. حكى ويا العميد قال له: سيدي قطعتوه؟ قال له: معوق. قال له: معوق وين؟ قال له: أنا معوق بحرب إيران. قال له: أنت محارب الدولة الإسلامية، أطلع كل راتب ما لك. والله صادق بكل كلمة أنا أقولها. في رسالة لدينا: وين حقوق الإنسان؟ يومية يصرفون على كل سجين 20 دولار وأكلهم أجلكم الله الحيوان ما يأكله. وزير العدل شنو دوره؟ كافي ظلم يا حكومة الفساد. السيدة أمير بن بغداد تقول: أناشد مدير التقاعد بالنظر إلى قضيتي، زوجي متوفي وقطعوا الراتب مني. في رسالة لدينا يقول أحد المشاركين: أخي محمد، المرجعية أين من جوع الشعب والدم الذي سال من قبل ميليشيات الأحزاب الرخيصة؟ ويقول: تسلم غيرتك يا حسام من بريطانيا، خلي يتعلمون الأخلاق، تجار الدين، ومخافة الله من نهب قوت الشعب، الله أكبر. في رسالة يقول أحد المشاركين: نطالب بالعفو العام وتبييض السجون، رمضان على الأبواب، فافتحوا أبواب السجون، والله قلوبنا احترقت خوفا على أبنائنا، والله تعبنا. لدينا رسالة أيضا: السلام عليكم أستاذ محمد، العفو من الله ننتظره، اللي نزل المرض وخلى الدول تبكي، أهل المعتقلين شبعوا وبكي، والله والله ما ينسى دمعتنا. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم أخي، أنا أيوب من أبو غريب، أخوي أخذوه من البيت والله ما عنده شيء، وسجلوا عليه 4 إرهاب. لدينا أيضا في الرسائل الواردة، طبعا هناك من يحاول اتصال مشاهدينا الكرام لكن يعني نعتذر عن الخدمة غير متاحة. يقول أحد المشاركين: نحن العراقيين أذتنا الحكومات المتتالية منذ 17 سنة وما افتهمنا منهم غير الفساد والجوع. أم محمد من الموصل تقول: السلام عليكم، أنا أم محمد من الموصل، نريد ولدنا ترى للعيد، إذا ولدنا ما أجوا حدهم رمضان قسما برب العالمين ستنهض ثورة من الموصل والرمادي، ستقلب عليها سافلها. السلام عليكم يقول: رمضان مبارك على الجميع، كافة إدارة القناة. سؤالي الأول: لماذا تبثون برنامج صوتنا في شهر رمضان هذا الحالي، وحاليا داخلين بأزمة وثورة مباركة حتى تفضح المنطقة الخضراء، وأنا من متابعتكم منذ تأسيس القناة؟ وسؤالي الثاني: لماذا تبثون برنامج صوتكم؟ يعني ليش نبث؟ لو ليش ما نبث؟ ما أعرف إذا ليش ما نبث، لا إن شاء الله البرنامج موجود، إذا ليش نبث يعني ما فهمت هذا السؤال. الثاني: لماذا يظهر أيضا لماذا لم يظهر يبدو السيد بهجة الكردي؟ تقدرون تظهرونه؟ طيب يعني كل برامج تحتاج مجموعة من الضيوف وتحتاج الضيف الملائم، وكل برنامج إلى وضعه وإلى ضيفه، فطبعا يظهر الأستاذ بهجة في برامج وفي برامج أخرى لا. عموما أشكر الجميع مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.